أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس 38 في الدروس فقه السنة النبوية. العنوان درس بوسا أثدناوي في الخليفة غمزوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. ذنسا إذ الخليفة من الرسول صلى الله عليه وسلم أمزوار. أكون سمكتير درسني عدان نبويد يوم العنوان اسمي فضل الصحابة. أين دنيوي الموضوع عني؟ أين نكمل ذي الدروس أجي الحلقات الفقه السنة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خاطرت فقد خير البدعة وقالي السنقسن سي القدر النبي صلى الله عليه وسلم. أما كن كدني درسني عدان ثورة كل شيء فان، كل شيء فان، كل شيء ظهرد وشوي فرن لن يمذان يوظن ذي الباطل قنن ألنسن الدين إيمون السن يوظن المنول سمن الصحابة يدرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمن تنسلذا سوين خسرا سوين الهوارة ما إلا شيقي يضرى يلاقي مذانا أذي السنان السيرة يقين الصحابة إثن دي ربان محمد صلى الله عليه وسلم ذا البشر ذي مذانا تخلقيث ماشي ذا الملائكة ولكن يا رباثن صرف جاي قرزم يا رباثن صرف جاي الهام نثنين كني ذا الريفيرنس ذا المراجع ذا المدارس نثني نجران دافريذ خدم ناس اللي روبير المعالم وين اثني ذفعان وين يذفر السيرة نسان وريد صغارة اذوين كان دافريذ السلاح نيويد يدرسني عدان الأحاديث دينان يدفقين القيمان والفضل من الصحابة. أساقيني أيثمثن أدن مسلاي أفبو بكر الصديق ما كدنا الخليفة مزوار النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة مزواروث أولا أدن فقن النسب أكذ الألقاب النبي عليه الصلاة والسلام لا فيلياسيون ينس نتسا اسمس عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد يعني جدوذيس بن تيم بعدين بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي وقيل في الياسين وقيل زورانيس وقيل الجهرة أبو بكر الصديق يدوك لك في صلى الله عليه وسلم يملالي يذس ذي نسبا ذي جديس وستا يعني مرة بن كعب ذينا إجمال لكم في عليه الصلاة والسلام ذي النسب الله في الياسي ونسم إسم يسعى الكونية الكونية يلقب قرناس أبو بكر أبو بكر ماذا وصف الصديق بعد ذن فقن السريس نغشو المناسبة عند إبوي سماجي لقبقي وسين يعني الصديق الألقاب النبي الألقاب أبو بكر الصديق أطاسي قلان لدن خثير اللقب مزوارو اسمي سل عتيق أكا إقسع اللقب وسي لقب وسيف كان اللقب أجيد النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحديث ذي يروى الإمام الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها الناس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أبشر فأنت عتيق الله من النار اصفر حيث إن يصفرح سيدي ربي يعثقيك سي جهنم يعني وليك تشمر جهنم اصفر حيث الصوغص البشرى لذلك يسمى العتيق أي غير العتيق يعثقيث ربي سبحانه سي جهنم اسامي سمويض اسميس الصديق أكن ديروا الإمام أكن ديروا الصحابي الجليل أنس ذي الحديث إصحان إدي سفر الإمام البخاري أشو ديننا
إن يك أسمي يولي النبي عليه الصلاة والسلام كدنا ذي حد الدرس نعدان يولي في ذرار نتسى أكد أبو بكر الصديق أكد عمر أكد عثمان ذي أربعة ينسم سفل بذرار أحد بعد ذرار يحرش كما ورد في الحديث وجف يحرش وذرار من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إن يسي وذرار يهضرسي وذرار إن يس أثبت أحد إن يس فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان إن يس أحفس نغرس يا أحد أي ذرار إن يس سفليك إلا نبي يعني زنت سام محمد صلى الله عليه وسلم أكل صديق يعني أبو بكر الصديق ذي ناس اسم الصديق أكل شهيدان أنو يموت نزول الشهداء ذي الخلفاء يموت عمر بن الخطاب شهيد المحراب أدن غورسن شهيد درس ويض أكل أنو ويض عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين ذاغ نند العلماء لقب بالصديق لكثرة تصديقه يعني أين ديننا في صلى الله عليه وسلم أسيني أبو بكر صديق تسيد تسيد النيل صدق تسيد في كل مرة قرص تسيد تسيد من بعد اسم ناس الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام أذن سيدا مزوره اسم ياس الصديق أروى الناد العلماء كالحديث دي أروى الإدي سفغ الإمام الحاكم إناد إناد أسمين بي عليه الصلاة والسلام يروح يعني سي رحلة الإسراء والمعراج لكن دين ربي يقولي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني رحلة الإسراء أنسي ثفذا ثفذا سي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ذي القدس المسجد الحرام ذي مكة المكرمة المسجد الأقصى ذي القدس الشريف ذي فلسطين الجريح ولقي رحلة الإسراء ثفذا سي المسجد الحرام ثفوك ذي المسجد الأقصى ماذا رحلة في السنة رحلة المعراج منطلق المعراج مبتدأ المعراج سي بيت المقدس ذي القدس الشريف إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى سيني ثفذا أنباد أسمي ديوان بي صلى الله عليه وسلم يفكد الخبار إن ياس أسري به البارية بي البارحة يظلين سيدي إحكاس ثم شوسة شو سيظران من بعد المشركين يروحنا أبو بكر الصديق أتصي تسكدفن أتصي قرتدا من الذين أسلموا ارتدوا يعني عجفاقي نكون ينحو في لساش حالي بوسامر نحو في الإبيل في الغمان وكذلك شيونيير أتصروح رصهم ذي الريحة مثل طراجي غزيف مقر ولكن الحقيقة ما تشيس القذراء يسيقروح سلقذراء ربي خط ربي ناد سبحان الذي أسرى بعبده سلقضران سيدي ربي صافي من فران أنفهم ثم سلتقيني أنواليه ترى ربي زمر نخاطي ثقيد القضران ربي ذي متسا إثيون ذي الرحلة ثغزفان ثم قران سبحان الذي أسرى بعبده إذ النبي صلى الله عليه وسلم أسريا به سلقضران ربي سبحانه سلعينين سيدي ربي روح عند خرج مثلاً أبو بكر الصديق ناس هل لك إلى صاحبك ولك نمد كل جينك يزعم وكلمة يزعم ذي اللغة مدوسة ما يزرك ذر سيديف أمش أسري به الليلة إلى بيت المقدس إلى بيت المقدس يروح يوني يضع على بيت المقدس في فلسطين سيمكر في فلسطين ذا شو سينا أبو بكر الصديق إلى لئن قال ذلك فقد صدق ما إلا في صلى الله عليه وسلم إنهم دمسلاجي تسيدينا قالوا لناس أو تصدقه أنه ذهب الليل إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح أم شتم الضغى يروح يوني يضر بيت المقدس سلماسي مكة الميذ فلسطين يوني يضر يغلد قبل دي شرقية الصبح أمي إناس نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة الحديث الصحيح سفره الإمام الحاكم وصححه الإمام الذهبي أين يسثمن غشثر
أكثر بيني دنام أمشي يسيناد باللي نزل ربي في اللي الوحي سك جنوان عن طريق جبريل ولا غير جبريل ولا غير ولكن أم نخ تسيدي دينا ذي الصحي دينا أم نغ في ذسام قرآن أكثر أنت أم بعد لقب بالصديق. هذا دليل آخر على يعني اللقبكي كان في عليه الصلاة والسلام إذا غس كان الصحابة أبو بكر الصديق إسان اسمه أيضا اسم الصاحب العتيق نعم النثيد والسين الصديق والسلثة الصاحب أمشي ساعة كلمة الصاحبة لقب الصاحبة سيه ديبوي ذا ربي ذا سي سمان يناد ربي ذي القرآن الكريم في سورة التوبة يناد إلا تنصروه فقد نصره الله وليث كان أمشي دوس المناسبة الآية جيني أسميك هجر في صلى الله عليه وسلم أكذ بوبكر الصديق غالمادي المنورة خطرتي سيلان قفل يفغى غالي الدويدس إن اسمي ديوسا في الهاجرة يوسى النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق خبر يعني لكن بعد الزوال إن ساتن ربي في كيلا ذن باش هاجر سيمكا المدينة بعد أبو بكر الصديق أماكن قرني الصوتية في لوكازيا أين صفت هاجر سيمكا المدينة إن اس في غاد دوغيلك في غاد إليك ذم داكليك إن اس الصحبة يا رسول الله جالي ذم داكليك أذي لي غيرك للهجرة أم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنس الصحبة يعني قفلاس أين دي السوثر أين السيرم أين السيرم أين يفغان قفلاس تنفي صلى الله عليه وسلم ذم دا كلس دي الهجرة ذا شو يظهران اسمه ظن في غار ثورة ما كنت حصن مرة ذي نانا دي سينيزن يبضان دا المشركين يبضان دا الميساق موش نغسي من الغار بعد بكر صديق إنس لو نظارا لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا لو كان يونس سيكس نذي والي يريضار نسغ دي والي يعني قرفان ذاين بغنسي من الغار ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إناس يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إناس أفكر غسق لغذسين ربي الوسلثة ورحد زنارة ربي الثاني ذنغ ذا غدا كيب المناسبة يثمثل كل مذان مد يوفا غيمان يسذي الطيق إلى قد يغلغ ربي سبحانه إن ابن عطاء الله سكن داري صاحب الحكم العطائية من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد وين يفان ربي غير ثماس ذا شو سيروحان وين يجان ربي سبحانه وحدس ذا شو سدي قران ذا شو سدي قيما وذا غنسى ابن عطاء له كمل قوى الوايض يسعن الحكمة إن يسى ربي سوى الشيني من ولا رغوركا جمع ضغط ضياء ضارة المسينا إن يس إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك إلهي متى قطعت العطاء لكي نقطع الرجاء إن يسار بمن ميرث الجياض باش نسوثر وياض نغنظمع ذو قياض بوبكر صديقي ميسينا في صلى الله عليه وسلم ولا يسول حد زنار ربي إذن ذينا إدنزل اللايا في صرفعين من سورة التوبة أتدغر إلا تنصروه وقاتل المكة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى إجعل ربي أول من الكفار يصوب سفلى دنيا وكلمة الله ذاك كلمة ماشي كلمة ماشي مفعول به لجعل أيغر لأن كلمة الله دائما عليا
لم تكن سفلى ثم جعلت عليا ولكنها دائما عليا. لذلك التعبير القرآني الدقيق إن وكلمته ودينا راه وكلمتا خاطر دي اللغة القرآن دي القرآن الحرف ما يفد للكسرة نغلفتحة نغضمة أم كل حاجة سوى زاليس سلقيناس ولي ربنا وجعل كلمة بالفتحة الذين كفروا السفلى خطر فغانة السرف ذنس القيمة أسقذ من الشام سيدي ربي صب سيد إكساس زال ماذا وان ربنا شوى كلمة صدمة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لا يقرب عندي صورة التوبة تنزل ذي المناسبة لذلك ربي سيسمى الصاحب. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر الصديق. يعني العلماء كمل المرة أن ند ذا شنو يقصد ربي سبحانه سوى ولاقي الصاحب ذا أبو بكر الصديق ما تشي ذوايض ذو نتسى إثي رفقا ذي الهجرة أما كنت حصان. طيب سيدي إساء ذا اسم وايض اسم وايض اسم الأتقى الأتقى ذا ضربي سيسمان ضربي سيسمان الأتقى أندى في سورة الليل الآية في 17 ضربي دينا إن دوا سيجنبها الأتقى ذا باتفاق المفسرين الناند لا يقيني ثمزلد أف بوبكر الصديق اسمي ربي الأتقى إذن يثمثن هاثان الشام أن بوبكر الصديق ثورا نقطة في السنة ثانيا إسلامه أمشي كشم الإسلام ثم زواروث إلا قاكم دين غير ثماثان من قبل كشم الإسلام إلا ذي لعب ذي قرزن ذي لعب ذي سعن لي برانسيب يسعن لي فالور يتوربان يحذقان ذا ذرقز بوال ذرقز مسنى ولحدث بوال يسعن لي فالور يسعن في الرقزة قبل كشم الإسلام مما كرمكم في سيثني السنك والمجاهلين الخمر وكذا جمي سوا اسمي سن بعد الإسلام يا أبو بكر الصديق طارت سويد قبل إن حرم ربي قبل أتشمض الإسلام جمي يسولي وذارا إن يسم كرا سوين ريكس نازل ريكس القيمة والشيقي لم عند بعض الرجال ذي الجاهلية خضان شو ولاقي ناسي ونشي مصدر الشراب كرمكم يسم كرا سوين ريكس العقلي وفي الناس مسؤول الناس أصبح حليم القوم ثم أمسي فسفيهاهم كن يسمح لي الشاني وسل قدريو فصلحيث ما إلا سوي غد ولا غد العبد ونسائي القيمون ونسائي نزلوا قبل غيرا السوغين يسوف أنسي لعقليو إلا كيباس بويثيون الناس أتعب الضي الزراء يباس أزروا الناس يتمسلعي إلا سعي أزروا ما يشير ربي غد الصح فكي دل تشار فكي دل سواغ فكي دل لبسان صري يعوني يودي ينطق وزروني هذا غاية يا رزاث الناس ديفان ديال في إيماني ستادير يوث ربي ذك فريد نصواد قبل ذلك الشمال الإسلام اسمي يروح النبي عليه الصلاة والسلام خطر إلا ذهن دا كل نبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة في ذو كل تيثان وكل ينسلم ماشي كان أقري إنه يغارد ينسلم حتى خاطي قبل ديس ديوغال نبي عليه الصلاة والسلام ذا الرسول ذا النبي إلا ذن دا كل مبكر صديق ذي مدوك للان أم بعد اسمي دي نزل وحي في النبي عليه الصلاة والسلام يخمم أن وما يسيوض دينا جديد يروح الورس أرقز مزور من الأحرار إذن تسان إذا مرقز مزور من الأحرار يكشم الإسلام يك ذي الصحابة مرة أم بعد نبي صلى الله عليه وسلم يروح الغرس فاتحه بأمر الرسالة والنبوة إناس يا أبو بكر إناس كيني أثني زلت في الوحي يفكاد ربي دعوة الحق دعوة الإسلام إناس كذا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لم يتردد وريزيتي أنا ماشي ونظار رزدتي ونردفير نغي عرقس ووال نغي عقل خاطي ثم يوما إن ياس الشهذغ باللي ذشيني ذا رسول الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري الحديث يسعى رقم ينس 3661 النبي عليه الصلاة والسلام يروى في حكايته قشو دينا إناس إن الله بعثني إليكم ربي شقعيد وروروان يعني يكون الأمة مرة فقلتم كذبت وقال الجاهلية يعني يكون لأن قريش ننسى السيد ديفل وقال أبو بكر صدق ما فكروا في خطر ثماو ذي اعتقد يتفن ورفيق إناس إنه يدسيد النير أنت صادق
فواساني بنفسه وماله وفي خثر ثانا ويفكي دذرينيس يفكي دشيس يونواس يفكي كل شيء إناس نبي عصة وسلم شوه جضي ورويه إناس جغس ربي ذنبي تركت لهم الله ورسوله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي إناس جثيك لهم داكليو يعني الحديثة قال غديفك يون المانا باللين أبو بكر الصديق يسعى القيمة ثم قران يسعى مزلم قران غير النبي صلى الله عليه وسلم صافي الإنسان إذا مزوره يكشم الإسلام بلا تردد سلسهالة يقفل الإيمان الزوريس سلسهالة يقفل النبوة الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمرات إسلامي جوست أبرمي قوالدي إسلامي في ذا الخدمة ماشي الغاسي قار نفسي نفسي أسيني كينو مناغ مذهويا خليهم خاطي يفذى الدعوة خاط ربي ناد أدعو إلى سبيل ربك سيوض الدعوة يزرد سيدت إلى قتل سيوض ذويا ذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية سيوضت في اللي ولو كان ذيوث الله بعد يفذى مين من تسا يروح يقصد يبويس ذيك الروجن الله يبارك ذيك الروجن نصو هذا يهذثني دا ربي فوفوس البوبكر الصديق أدفتغ على سبيل المثال كاك اسماوان أسماء لامعة يعني عند الصحابة منهم أمزوارو الزبير بن العوام معروف ويسين عثمان بن عفان ويسلاثة طلحة بن عبيد الله ويس أربعة سعد بن أبي وقاص ويس خمسة عثمان بن مضعون ويس ستة أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة ويس سبعة عبد الرحمن بن عوف من بعد أبو سلمة بن عبد الأسد الأرقم بن أبي الأرقم يعني بويسد الله يبارك لبلي أعمدا يبويسد ثيركيزين ثم قرانين إن في عليه الصلاة والسلام أتسيق ذاكيذ وقيذ النوايو أمزوارو ذلا باز لبلي إمزورا ندين الإسلام ذوي ذاكي إقصوظا الدعوة إقصوظا الإسلام سيمذان المرة فلقد في ثلاثة غد نفقين شوية الصفة ثينس على كل حال في حدود الوقت أدخل صفة الصدق هثنى هضرت في الناس إساءة ذات نتسيه الدار ذات يتسامن وقاذي هضر انت ذات هثا زيك القبائل قارن أرجز ما تخصي في ذات ذا شرس يخدم اليمين التفضي والميس يدين يتدوبلي سلم قلاف هذا واحد يوي السلعة على السوق الزنز يزرر شو تسمن نارا غادي يتقلى والله ريف كان كذا والله ام كولا ولا سي زوير والله هذا راه زي قارن ارغز ما تخص التيذت ذا شرا سي يخدم ليمين ابو بكر الصديق يسعى في ذات يهضر في ذات يتسمن في ذات الصفه في السنه يسعى الشجاعه يسعى في الركزه يا جماعه الخير سمحتي يا ربي سبحانه يهضر في الركزه مثلا قلت الايه ان من المؤمنين رجال رجال سي المؤمنين لن يرقزن او في رقزة ذي الهان نكون اقلا نجربك في الدنيا التفضيون ما ثفت ذي الطيق ذي المحنة ذي المرثة ذي الميزيريا سنعطيك الصحة تقيت سي رقزة وقيت ارقز اما الا يون ما ذي ثمغرة ذي لهنة اتفضر ثمك ما ذي المحنة ولا شيث خطين بعصة والسلام الناس الصحابة الناس اراكم كثر أكلكم تولي غطاس عند الفزع أو تكفرون عند الفزع وتقلون عند الطمع مثل وقت المحنة الميزيرية أكلكم تولي أكثر ما تصدون خير لا يذون مثل وقت الطمع أن دفرق الغنائم وكذا شوية تقلان أراكم أو تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع ذي التقد يتسفن ورفيق في الرقزة وقرن زيك ذا القبالي والمثل قرز إنك شفاحة برقاز تسي الرقزة من ثمتوث تتونار إنك شفاحة تمتوث ذي لحية جمال الرجل في رجولته وجمال المرأة في حيائها في الرقزة غير ربي في القرقاز خطر زيك القبالي المكين فاني ذا عرضي أعرضي ذي رقاز يتسفن مدن ذي الطيق قال النبي صلى الله عليه وسلم يفام بكر صديق ذي الطيق هذا أسمي ديوس النبي صلى الله عليه وسلم يونواس وحد الزردين ذي الكافة باش هذا كان الشجاعينس في رقزينس يسادي ونسي الجاهليين اني بعد يفغى يخلق النبي صلى الله عليه وسلم يفغى فينا ولكن بكر صديق يبقى ذارا يسعى الكرة يسعى الشجاعة يروح يدفان دي يدفع في النبي صلى الله عليه وسلم من بعد يمنى ياسين تسولى وياه
إن يسن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أمشت الغمار جاز ذا شو يخدم إمدينا كان سي سوغان ستيغري يناد ربي يون وريس عشريك يبدا عقيدة التوحيد أولا قي صحة الحديث قي صحة يرواه الإمام البخاري الرقم الحديث 3856 يسعى الصفة الثلاثة الرحمة الرحمة علينا الرحمة لها أخطر ليوث من الصفة يحمل ربي سبحانه عز وجل اسمه يمنس الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم والنبي عليه الصلاة والسلام يسعى صفة الرحمة زر ما اسمه يفتح مكة نحكي ثم شاوت سقي من هذا في الموضوع الهجرة النبوية موضوع الفتح مكة نفكاد الإشارة لفتح مكة اسمه يبضي بودك وقال لي في حقران في ظلمان يوكي مشو من يوكي الصلاة الدنيا مقارنة إن ياسم ثلاث فيكم ضربي سفوسيو ما تظنون أني فاعل بكم أشوث ولم أشوث تراجمة خذ ماضيون كم يضمع عندك الخير الظلام تيسار الرحمة إن ناس أخ كريم وابن أخ كريم نظمع سوى الخير سيجاك سوى الرحمة من بعد الناس لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته إناس لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء إناس أخنين أين إن يوسف إيوة ثماثنيس زرم ثماشاوت نيوس ثماثنيس إناس نسمح غاون إلى آخر إلى آخره إناس يذهبوا فأنتم الطلقاء يفكاس الحرية نسن إذل قسم النبي عليه الصلاة والسلام ينوسي برد الصحابة يفكاديون الحديث الشكيث حديثه ورد في صحيح الجامع الصغير وصحيح الإمام الألباني المحدث محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم في كذا مساج شكيف ذا شوف هناك الصحابة يفيد المسلاي واد المسلاي في الحلقات دي الدون ذي فقه السنة ماشي ذي فوتوكوبي أم كل يوم يسعى الصفة ثينس يسعى سي كاركتيرستيك مدين عثمان اسم معروف الحياة مدين صدالي معروف ذا كذلك الصيفيس الجهاديس مدين مكتب معاذ بن جبل معروف العلمي ينس للحال والحرام مدين أبو عبيدة معروف أمين هذه الأمة مدين عمر بن الخطاب معروف عمر الفاروق إلى آخره اجمع الصحابة ينسني والحديث ينس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر يزور ذكس ولش مع الصحابة وكسان الرحمة ولكن ونسعى الصفات يفرن ذمد يعني أطاس أبو بكر الصديق أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت ومن بعد المدينة ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح الصحابة يتكاملون ولا يتكررون ولاش أصحفي إقلان فوتوكوبي يوايض أم كليون الخرار ذح يتشور أمكانيس السوزاليس سشانيس هذا الصفة الرحمة إنتد النبي عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر إسعاد الصفة ثاغ الإنفاق أما كنت لنا قبل حين ينفق كل شيء في سبيل الله ناس النبي صلى الله عليه وسلم شوف جذا وروي ناس جي غصن ربي ذنبي ذا ربي في صوت الليل ميد يحكى إنك فأما من أعطى واتقى من أعطى واتقى من أعطى وصدق وصدق بالحسنى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى هذا الآية ثقيث مثل أرسنتد نزلنتد أو سيدنا أبو بكر الصديق رابعا نقطة الصربعة أدنى نظر شوية بعض المواقف أتصل موقف إكسعان ذي الفتوحات أما ذي الوقت النبي عليه الصلاة والسلام ذي الغزوات أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من قواد الخليفة ذي الفتوحات ذي الخير ذي الروجن ذي العجب أدفاك كبعض الأمثلة لموقفين كني أسميها لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتحصل مرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمر بلال يسر في الأذان أسمي بلال بن رباح مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يفكيس الشرفة من القرآن أبو بكر الصديق إناس مروا أبا بكر فليصلي إنت سي أبو بكر انت سي رزان سي الغاشي سي مذانا سي سلمن من بعد ناس
بار مقاسنا سيدة عائشة ننس يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. رجل أسيف معناه رقيق القلب. إناس نتا ولي سرقيق ثسس رقيق ولي الزميرارة هذه الظل ده تزلل هذه فد ده تزلل يعني في المحراب للنبي صلى الله عليه وسلم أمشي على الظل سينسلمك شيني مازالك للدنيا ولي الزميرارة ثسس رقيق ولي سرقيق يعني هذه تسلو ألما غيم ذانن ونفهمنا القرآن الكريم مثيقا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر وألح إناس مروا إناس فكتس الأمر ذي انتساري الظلم ثلاث مرات ثلاثة كاليس دي عود من بعد يزول أبو بكر الصديق ومعد التحق به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أسمي خفلة شوية لك يسال وقي موقف شريف وقي اعتمد الصحابة يمشي درشحان الخلافة ننسى مشين في صلى الله عليه وسلم يرضى باش ذي انتساري الظلم سينسلم ذي الحياة سيس أمي ذكذي أمور الدين يقودنا إلى الله عن طريق الصلاة أي الظل أي الظل سليين سلمن ذي الحياة في عصة السلام أسمي موث في عصة السلام أمشو ثنقبل أرى ذن تسري الجرين أين يعنان دوني أين يعنان الحكم أين يعنان السلطة ثقي من الأدلة القوية ذلارجمو يجهدنا طاس إذن الصحابة منهم عمر الخطاب نتسى رشحنتيد باش نتسى أريوغالا ذي الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع أهل العلماء أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على أن أبا بكر الصديق هو أحق بالخلافة من غيره من الصحابة ذي نتسى يكزور نوك الصحابة باش يغال ذي نتسى إذ الخليفة أمزوره بعد الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم الموقف واي رسمي مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذي المصيبة ثم قرنت مثلا يعني الفاجعة يعني قوية والمصيبة كارثية يموت النبي عليه الصلاة والسلام وري الزمرنا في قافل الخضار ماجي النغ المصيبة مثاقي يموت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويعرق سوال اضطرب المسلمون ولشو جمنان من عمر الخطاب اللي معروف بالشدة معروف الرجل أس القوة أكني أي فغيت العقل مثلا يبهذا المي فرد شوية العقنيس ولا دينين باللي في عصة السلام يموت أخماليس كذا وكذا ويقفل الخضراجي يغلي الناس والواضنس ما مات رسول الله ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وعده ربه كما وعد موسى ولا يرجعن رسول الله الناس يبث كان ذيو الواذيق ساكد الفئة وكذا ربي سبحانه عز وجل لميعاد وبعد ديوغال ولكن أبو بكر الصديق ذينا يخدم خطبات مشطوح ولكن ساعة زردة مقرأ ذين الأمة في حالة الاضطراب تحوج رجز أراد يفدذن بشد يريم ذن الصواف هذا سنيفك الكوراج سنيخدم يفدن ذا شو سنينا وهو أرحم الأمة أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ولكن ذي الموقف ماجي يسجل موقف إني سجله التاريخ بماء الذهب ذا شو سنينا إناس أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إناس وين يعبد محمد محمد يموت صلى الله عليه وسلم ماذا وين يعبد ربي ربي ذي الحي ويتمتساف أم بعد غرض يوث الله يعطسي تيتسون ذي الموقفين في كل الشوك ديوسان في اللسن يوث الله لاقي تسد في سورة العمران الآية 144 تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لا الصحابة سينوق أول مرة ما كنسنسي الآية غفل الفلسطونس من هول الصدمة خامسا نقطة خمسة أدن مسلي شوية فين يعنان مبايعة أبي بكر الصديق كخليفة للمسلمين خليفة غمزوار ثقي بيعة حرة يعني سلفغين سنك المال زرما يثماثان أما كدني قبل حين أجمع هناك إجماع جر أهل السنة والجماعة
سلفا وخلفا لكن ملان بلي ابو بكر الصديق ذي نتسا يستاهل باش يغال ذي الخليفه امزوارو للنبي صلى الله عليه وسلم ذي سقيفه بني ساعده سمي موث النبي عليه الصلاه والسلام نجمع الصحابه اللي نجمع عندنا مشاورا طبقا ميو البرانسيب بارمي لي برانسيب قرانا ذي الدين النغل المبدا الاكبر اسم الاكل الكبير اسم مبدا الشورى اي غير مبدا الشورى شنو دين ربي سبحانه باش شي قرار يون الاسلام كاينين القران يمسيد في العباده فظل في رمضان الزكاه الحج ما فين يعني البوليتيك يعني سياسه شؤون الدنيا اي يعني تسيير شؤون الناس الاسلام خاطئ فمسالتك حيويه لذلك ربي سبحانه يجار في كاد الايات منها ربي ند وامرهم شورى بينهم قبل كذا في كاد الايه يمر عليه الصلاه والسلام ان يسوى شاورهم في الامر لو برانسيب مبدا الشورى ذين الصحابه طبقا الايه كي مشاورا دي سقيفه بني ساعده ولا يطفن الحكم ولا يطوان الخليفه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم المهم شاور الصحابه رشحان ابو بكر الصديق خدم ناس البيعه بيعه حره قرن ناس البيعه الخاصه اي رسم البيعه الخاصه خاطر كبار الصحابه قال لنا ماشي كل الصحابه ماشي كل سلم لان ولكن زكاني في اليوم التالي يولي في المنبر ابو بكر الصديق يعاود ابو بخطاب الخطبه يسد لنا يحكي داك ماشي لي زارغيمون ماشي ذنتسا يكسع عن الاولويه غادي يغاد الخليفه غنزور النبي صلى الله عليه وسلم يبوي عيث بويا عن الصحابه بويا عن تنسل من مره تلقي قرنس البيعه العامه بعد تمام البيعه الخاصه في سقيفه بني ساعده تمت البيعه العامه ازكين فينا من بعد ابو بكر الصديق يخلي الخطبه من عند العلماء ولاش الخطبه اكسان تمثيلت امنسات ولاش تيشوفان خطبه غاس شويط ولكن يفاند بلي ذا حد بوال الخطبه كاشو ديناريس يناس اما بعد ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم في الرميين كذ الخليفه كذ الحاكم نوام وكنيف غاره ولكن يثمثم قرن القبائل يا رقيقه تزور يا رقيقة تزور مودست متواضع وسينار كيف كنا كخير نون هنا يستقيد المسؤولية وها ربي يكو قال يحكم الأمة أذغر الخطبة يقي أم كلي ولا تعلق ذي البيروينس إلى قد صغر صباح ثم ديث ميكش من البيروينس إلى قد غير الخطبة يقيني أخطر استخدم الردرسمون أذي زرا شو سيتسلس ربي أشو سيتسلس الأمة باش في قافل يوم القيامة ربي سبحانه يقرز خطر السبعاني راك شمن جنث ذي مزورة هذاك الشمن اثني جا على ربي ثيليس داولاش ثيليس سوى ثيليس سبعة يظلهم الله يوم لا ظل يظله حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم سي سبعة يقي إمام عادل الخير ربح ما الحاكم العادل يخدم الله جوستيس هفا ذي النار يشم الجنس قمزورة وذي ليثي لنسي ذي ربي الخير ربح ولكن ما إلا ذي البطل يحقر المواطنين مذانا أذي الدم أندم والتنفيع أندم إنس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم كني فغارة إمليان كذي الحاكم نوال فإن أحسنت فأعينوني ما إلا قرزامك القاس قبيث ما وقمار الحمد لله عون ثي خدم ثي فدم مثول مي خدم الإحسان خدم غيني الهان ضع ربي في الآخرة وإن أسأت فقوموني مثول مي فغذري ذا وجب الرثيد سفري أرسقم ثي أرثيد سفري إفكاسنا فغير إخدمسنا الكوراج باش تدر نسفري ما يفغذري سجد غارنتي ثم قران من الحاكم ما الى الامه نسواعيه الامه يسعن الحريه يسعن في الركزه يسعن الكوراج ستيني فغلظ ما لا يغلظ اناس الصدق امانه في ذات الامان ولا شم في ذات ولا شم في ذات في ذات الحاكم الى قاد يسعو في ذات ذي المحكومين ما الى يسدي في اللسن هذا السيد فن فلاس والسيد ديفوا ما يتسويق الكذب سوى الخساره اريلين الصدق امانه والكذب خيانه الكذب ذي الخيانه والضعيف فيكم قوي عندي حتى ارجع له حقه
وفي رواية عليه حقه إن ياس الضعيف ذيوان يسعى القوة غرغوري ألما سدرغ الحقيس أسدرغ الحقيس يسكسم الأقوياء الظالمين إن شاء الله. إن سوى القوي فيكم ضعيف عندي القوي ذيوان أما ستوياثيس أما سلقراديس أما سوذريميس إن ياس القوي غرون ضعيف غرغوري أريس عليك القوة ألما حتى أخذ الحق منه إن شاء الله ألما سدكسر الحق يجتشا سي الضعافة أثي دكسر غورس وثرغي فافيس ذينا أذي يغل سمكانيس. طيب سيدي أم بعد يكمل مازال خطبة تكمل إن ياسن أطيعوني ما أطعت الله ورسوله إن ياس ضعفي مدام ضعغ ربي ذنفي يعني طاعة مشروطة ماث ولم يضاغ ربي ذنفي أقليهم قامتوا لليجيتيميتي إلا لبرنسيب وقال قارن القانون القانون الدستوري لبرنسيب دو الليجيتيميتي مبدأ الشرعية ذي القانون إلى قذيل الحاكم يطبق الدستور لا كونستيتيسيون ننسسل الطب القمة أم بعد دس القوانين وياض بشكل هرمي بشري الفلاثة دي لا لجيتيميتي داخل الشرعية ذي الشرع النار هات سار لجيتيميتي ميل الحاكم إذا ربي ذنفي هاتا في إطار الشرعية إن ياسن فإن عصي فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله مثوى لم يضع ربي ذنفي ضعفي فإذا عصيت الله ورسوله ما عصي ربي ذنفيس فلا طاعة لي عليكم ولا قريت ضعم ذاك يهضر بالعلماء في المبدا اسمه مبدا حق الامه في مراقبه الحكام الور ان يسفى ان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله يكفى كان خطبه نسك تظلم لا يعني كفى ووال ولكن لو كان نخدم صاحب البدايه والنهايه يحكي ثقي يعني بالتفصيل مع التعليقات اشحال الرجاد من الجفن ثقي قنص العلماء من عيون الخطب من عيون الخطب الله يبارك في الشرط الروجن برمي الروجناكي تقرير قواعد العدل والمساواة يعني يزا لو برانسيبا كي العدل لا جوستيس وكل المساواة إمذان مرة كيف تقرير أيضا بيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم لتكون مبنية على الصدق والأمانة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ثيسة بيان مصادر التشريع لسوس من الشريعة القرآن والسنة بدرجة الأولى وبعدين مبدأ آخر حق الأمة في مراقبة الحكام الأمة سعى الحق باش تراقب الحكام وهكذا إلى آخره. ثم أنه النقطة سادسا الأحاديث الواردة في بيان فضل أبي بكر الصديق قطسي قلان نغد بعض الأحاديث أثناء الدرس ثم أنه سن أحاديث ويا النبي عليه الصلاة والسلام مسينا أبشر فأنت عتيق الله من النار حديث الإمام الترمذي. الحديث وايض عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إناس الصحابة أنو ذكر ذي ونسى يوزان أثنستيستي يعني أنو يوزان ذي ونسى سوس من الصحابة أنت إناس كين يا رسول الله تسيدت إناس وزان لا بس إناس أنوان إيك حضرنا ساقيد يون الجنازة يون سي المؤمنين يموت حضر الجنازة يس هناس حضر يفقي ربي حضر سؤال وسلاثة إناس أنو قاوني الليل الفاقر يعاوني ثسا ماشي في يضلين أصن دي يضلين أسا إناس كين يا رسول الله يفقي ربي سبحانه عاون غيوني الليل إناس أنو دي زورنا موضين من عاد منكم اليوم مريضة يون ذا موضين يروح عاده يعني زورثيت إناس زورثيت يا رسول الله. وبعدين ذا صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حديث رواه الإمام مسلم إناس ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة من جمان ثم سلقى في مذان إناس ثاني ذي الشم الجنة على كل الحديث تصيق اللام إثم ثم ثورا ذي الخاتمة الخاتمة أدناوي كان يوصل الوصية خطر ثورا بشير في كل خلافة الخلافة تروح سي أبو بكر الصديق قرأ عمر بن الخطاب فهاد نهضر ذي الدرس وايض ان شاء الله يوصى في جسد الوصيه يقرزن وسينارك خدمه غادي يسن الفاطر شي يكمل اين هين جا ديك السن خطير اجا انت يشاور الصحابه اني واش رايكم ولو كان ما رمث غادي تجي الخليفه غادي تجي الخلافه غير الفلاني هاي ناس لطيف عمر الخطاب يعاره
في حياتك ديجا قلا غنتسقد اذرا ام كثري ذنا ما يغلى من الرص عطاه لو قاسينا ولكن بعد توالي اشو سنينا اناس سيدنا عمر اناس غليظ شديد اي غريس على الشدني باش هذا يخدم لي كيليبر اناس ذلك لانه يراني رقيقا يتوالي انك رقيقة رقيقة تساو اذا غنتسالي شديد باش هذا يخدم لي كيليبر هذا ما كان يخدم مثلا دياغنوستيكي صحة ام بعد نزلت حكايتي ان شاء الله في الدرس ويض ان شاء الله تعالى يوصف في الخاتمة اناس يا عمر اتق الله يا عمر اقوض ربي خطر اقوض وين تسقوض ربي وين تسقوض ربي وين تسقوض ربي ولا ما يظلمك ديو ولا يندم ولكن ما الا فغليط ذك فوس بون تسقوض ربي هات سنفواغيث اناس يا عمر اتق الله اقوض ربي واعلم ان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل سيدي ربي يفكاد الخدمة قواس ناخذ قزال وتيقبل راه ديال وعمل بالليل يقبله بالنهار الخدمة قاو تيقبل راه ربي قواس وانه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة ربي يقبل راه النافلة لما يقبل المخم الفريضة اما لكني يتحير انت وتزومارا رمضان وتزومارا الفرض هي شي قراص نسكر في دار السحور مثلا يا عجافة امشي رمضان وتزوم دار السحور تشد السحور الناس الفرض يروح مقارد السنة مقارد النافلة هو كيف خطأ الناس وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة وقالوا ويسان الميزان سن الزاي سن الحسنات أي غار باتباعهم الحق في دار الدنيا وقال يدفع نفيذ طبقا العدل في الدنيا رب ذي جاء الميزان سن الزاي سن الحسنات يوم القيامة الميزان وإنما خفت موازينه من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وقال يسان الميزان خفيف سن الحسنات يوم القيامة وقال يدفع الفطل نهو قد يتربين ذي الفطل إلى آخر الوصية ينس يموت أبو بكر الصديق ذو قاس الاثنين 22 جمادة الآخرة 13 سي الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام الموافق ل 634 ميلادية أشحال يعاش أبو بكر الصديق يعاش أنش في عاش النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يعاش 63 سنة يموت أبو بكر الصديق ذا غلان سان يموت قاس الاثنين النبي عليه الصلاة والسلام قاس الاثنين أبو بكر الصديق قاس الاثنين ولاد نسا يعاش كان 63 سنة والسلام عليكم ورحمة الله.